أول ما سمعت إنه أنا نومينيه من درة ما تفاجأت، لأن إنه كان مستواي مو مثل أول برايم وثاني برايم واللي قدمته، لكن أوعد كل الجمهور إذا رجعت على الأكاديمية أكيد راح أكون قوي وأقدم الأفضل ما عندي إن شاء الله. تلقيت تسمياتي بين أصدقائي سعد وسهيلة، أكيد موضوع صعب جدا لأنه منافسين قوياء، لكن أحب إنه تكون منافسة شريفة، لكن أتمنى إنه يكون خير إن شاء الله. طبعا في البرايم انه كنت متلبك قليل وما قدمت افضل ما عندي اكيد. بالايفال صادفت ظروف معينه انه ايضا ما قدمت، فاكيد كنت متوقع انه انا نومني. ان شاء الله توقعاتي انه انا يصوت للجمهور اكون اعلى نسبه ان شاء الله قريب. متوقع انه بالتصويت الاصدقاء راح يرجع محمد سعد. بالمناسبه بما انه انا نومني راح اغني لكم اغنيه. محتاج اطير ويا الهوى وصل على بلادي ويا اذان الفجر يا محلى بغدادي، مشتاق للماي العذب عطشان تعبني الدرو والقلب اخ القلب ظل باسمك ينادي. اتمنى ان كل الجمهور العربي وبلدي انه سوت لي على رقم 3.